أحسن الله إليكم. تقول في سؤال آخر: هل يجوز قتل الثعابين التي توجد في البيوت دون استئذانها؟ دون إنذارها. الثعابين التي توجد في البيوت تنذر، فإن ارتحلت وانكفت الحمد لله، وإن استمرت على الأذى فإنها تقتل لأنها مؤذية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الحية. نعم، لما فيها من الأذى والتخويف والترويع. لكن إذا كانت من جنان البيوت أو جنان البيوت فإنها تنذر، لأن يخشى أن تكون من الجن، فتنذر بالرحيل، فإن استمرت ولم ترحل وصار منها هذا فإنها تقتل دفعا لأذاها. نعم. ما يقول بإنذارها؟ يقول: لا، ينصرفي، ابتعدي عنا، إلى غير ذلك. نعم.